بيبدأ المسلسل مع جينا وهي بتودع جوزها تشارلي عشان تروح شغلها، وبتبقى بتشتغل كمديرة شركة دعاية وإعلانات، وفي الطريق بتتصل بأختها ليني وبتطلب منها إنها لما تشوف رسالتها تكلمها، وبتقولها إنها عايزة تاخد رأيها في حاجة مهمة جدا في الشغل، وده لإنها محتارة ومش عارفة تعمل إيه من غيرها. وبتوصل جينا الشغل وبيظهر إنها بتتعامل مع الموظفين بشكل لطيف والكل بيحبها، وبالليل بتقابل جينا تشارلي وبيخرجوا يتعشوا مع بعض، لكنها بتفضل متوترة طول الوقت بسبب غياب أختها، وبتبقى بتتصل كمان بجوز أختها واللي اسمه جاك لكنه كمان ما بيردش عليها. وبترجع جينا البيت وبيحاول تشارلي انه يهديها، لحد ما بتجيلها مكالمه من جوز اختها واللي بيقول لها ان ليني مفقوده، فبتتخض جينا جدا وبتاخد اول طياره على مدينه سان فرانسيسكو موطنها الاصلي. وبتوصل جينا البيت وبتلاقي تجمع كبير جدا حوالين بيتها، وبتسال جارتهم عن اللي بيحصل، فبتقول لها ان فريق البحث خرج يدور على ليني وان والدها وجاك معاهم. فبتتخض جينا جدا على بنت اختها الصغيره بيتي واللي اكيد قاعده لوحدها، فبتدخل بسرعه البيت وبتلاقي واحده ما تعرفهاش، فبتقول لها انها ناتاشا جاليسه بيتي. فبتستغرب جينا جدا وبتقول لها ان اختها ما قالتلهاش ان عندها جاليسه اطفال، وبتقول لها ناتاشا انها جايه تبع جاك. فبتتضايق جينا جدا وبتطلع بسرعه لغرفه بيتي، لكن بتلاقيها غيرت اوضتها. وبتستغرب جينا برضو انها ما تعرفش المعلومه دي، وده لانها بتكون قريبه جدا من اختها واللي بيبقوا توأم. وبتشوف جينا بيتي اللي فجاه بتصحى، وبسبب الشبه الكبير بين جينا وليني بتنادي بيتي على جينا باسم مامتها، لكن جينا بتقول لها انها خالتها وبتوعدها انها تدور على مامتها. وبيرجع فريق البحث وبتجري بيتي بسرعه عشان تدور على والدتها، وبتخرج جينا معاهم لكن بيظهر انهم ما لقوش ليني. فبتسال جينا جاك عن اللي بيحصل، فبيقول لها انهم لقوا الاسطبلات كلها مفتوحة والحصانة خرجت من مكانها وتاهت وسط الغابات، وانهم كمان لقوا المكتب متبهدل وبيخمنوا انها ممكن تكون عملية اختطاف. وبعدها بتقابل جينا محققة الشرطة واللي بتبقى عارفاها من وهي صغيرة، وبتلمح المحققة لجينا عن ذكريات الماضي، وبتقول لها انه اكيد كان صعب عليها ترجع مدينتها بعد اللي حصل زمان. فبتتعصب جينا وبتقول لها ان الاصعب هو ان اختها مفقودة وهي واقفة تاكل قدامها تفاح، وبتقول لها انهم مش عارفين ينشروا فرق بحث بطيارات الهليكوبتر وسيارات الشرطة في مجرد مدينة صغيرة. فبتقول لها المحققة انهم بيعملوا اللي يقدروا عليه وانهم مش في لوس انجلوس. فبتتضايق منها جينا وبتمشي وتسيبها، وبتفضل طول اليوم تحاول تكلم اختها. وبعدها بتفتح تطبيق التقويم واللي بيبقى مشترك بينها وبين اختها، وبيبقى كل واحد بيسجل اللي بيحصل معاه في كل يوم من خلال فيديو او تسجيل صوتي. وبتسمع جينا اخر تسجيل واللي بيظهر فيه ان ليني تعبانه وبيكون صوتها غريب، وبتبقى بتحكي عن اللي بيحصل في يومها وانها بقت بتشتغل مع جاك 12 ساعه. وبعدها بترجع جينا البيت وبتقابل والدها اللي بتبقى ما شافتوش من زمان جدا، وبتقعد معاها هي واختها الصغيره كلوديا واللي بتكون قاعده، وبيظهر ان كلوديا بتكره اختها جينا جدا وبتبقى بتلمح لها باللي هي عملته فيها زمان. فبتقول لها جينا انهم دلوقتي عيله واحده ولازم يركزوا في انهم يلاقوا اختهم، لكن كلوديا ما بتستحملش حتى انها تفضل قاعده وبتحرك الكرسي بتاعها وبتبعد عنهم. فبتطلع جينا اوضتها وفجاه بتلاقي العروسه بتاعتها هي وليني متقطعه والجزء الوحيد الموجود فيها هو رجليها الاثنين. فبتتخض جينا جدا وبتسال والدها واختها عن اللي عمل في عروستها كده، وبتعرف ان اللي كانوا بيدخلوا غرفتها هما اتنين، جاك وناتاشا. فبتقرر جينا انها تروح تبات في مكان تاني، وده لانها ما بتكونش مرتاحه. وبتركب عربيتها وفجاه بتلمح حاجه في الشجره، وبتكتشف انها دراع العروسه بتاعتها وفي سوار عليه صليب، وبتفتكر ذكرياتها مع ليني وهم قاعدين مع والدتهم قبل ما تموت، وجابت والدتهم هديه لكل واحد فيهم، وخدت جينا السوار اللي عليه الصليب وخدت ليني سوار تاني. وبنرجع للحاضر وبتبقى جينا حاسه ان ليني سايبه لها رساله، وبعدها بتروح فندق تبات فيه، وهناك بتحس بدوخه غريبه وبيظهر قدامها مشهد لحوض استحمام حد بيغرق فيه. وبعدها بتفوق وبتفضل تسمع فيديو اختها اكتر من مره. وفي تاني يوم بتروح جينا البيت عشان تخرج مع فريق البحث، وفجاه بيرجع حصان ليني اللي كان مفقود وبيبقى عليه دم انسان. فبتخاف المحققه جدا وبتطلب من فريق البحث يتحرك بسرعه، لحد ما فجاه بيلاقوا حصان من حصانه الاسطبل مقتول برصاص، وبتسال المحققه جاك لو الحصان ملكه، لكن جاك بيقول لها انه ملك حد تاني وانه بس مستضيفه في الاسطبل. فبتستغرب المحققه وبتقول له ان الشريحه اللي بتبقى في رقبه الحصان وفيها اسم الملك مش موجوده، ومش بس مش موجوده لان محدش علقها، لكنها شايفه انها كانت موجوده لكن حد شدها. فبيتوتر جاك جدا وبيقول لها انه ممكن يبقى نسي يحطها، وبيقول لها انه هيدور على اسم الملك ويقول لها عليه، وبيظهر ان المحققه شاكه فيه. وبعدها بتفضل جينا تدور في كل مكان على اختها، لحد ما الكل بييأس وبيرجعوا تاني البيت. وبتروح جينا تتكلم مع جاك لكنها بتسمعه وهو بيتكلم في تليفونه وبيقول انه مش عارف يعمل ايه في اسم ملك الحصان وانه ممكن يتكشف، وفجاه بيشوف جينا قدامه فبيقفل المكالمه بسرعه. فبتقول له ان في حاجه مخبيها عنها وبتطلب يقول لها الحقيقه، فبيقول لها انه كان مستني منها هي الحقيقه، وده لانه عارف مدى قربها من ليني. فبتقول له جينا انها متاكده ان حصل بينهم حاجه، وده لانها حست ان صوتها مش كويس. وبيظهر على جاك التوتر وبيسالها عن اللي ليني قالته بالظبط، فاستغرب جينا سؤاله وبيزيد شكوكها، فبتقول ان كل كلامها كان عادي. وبعدها بتساله عن السبب اللي خلاهم يشتغلوا 12 ساعه في اليوم على الرغم من ان الشغل ماشي كويس وان ليني كانت تعبانه طول الوقت بسبب كده. فبيستغرب جاك جدا وبيقول لها ان اصلا ليني كانت اغلب الوقت مش موجوده، وانه كان مضطر يعمل كل حاجه لوحده، وانها كانت مهمله بيتي لدرجه انه اضطر يجيب ناتاشا تساعده. وبعدها بيقول انه مش قادر يبص لجينا اكتر من كده وبيسيبها وبيمشي. وبترجع جينا البيت وبتدخل غرفه اختها وبتفضل تدور على اي حاجه ممكن تدلها على مكانها، وفجاه بتلاقي الدراع التاني بتاع العروسه ومتعلق في ايدها صور ليني. فبتخرج جينا بسرعه
من البيت وبنرجع بالزمن للماضي في الوقت اللي بتظهر فيه جينا وليني وهم في كهف تحت شلال الميه وبيبقوا حاضنين بعض وماسكين عروستهم وبيحاولوا يطمنوا بعض. فبتقرر جينا انها تروح لنفس المكان وبتلاقي لبس ليني وراس العروسه بتاعتهم وبتشوف كتابهم المفضل واللي بيبقى مكتوب عليه ان عندها حياتين وفي ايدها تختار الحياه اللي عايزه تعيشها. وبنرجع بالزمن للماضي في الوقت اللي قررت فيه جينا وليني يبدلوا لبسهم مع بعض ومعهم شخصياتهم وبيبقوا بيعملوا كده طول الوقت، ولما كبروا بقوا يدربوا بعض انهم يتكلموا زي بعض ويعملوا كل حاجه زي بعض عشان محدش يكشفهم، وبيظهر انهم بيبدلوا حياتهم مع بعض كل سنه وعشان كده بيبقوا عاملين تقويم مشترك ما بينهم، وده عشان يبقوا كانهم عايشين احداث اليوم مع بعض عشان لما يجي ميعاد التبديل. وبنرجع للحاضر في الوقت اللي بتقرر فيه جينا انها تمثل انها ليني عشان تقدر توصل للحقيقه، وعشان يبقى دورها مقنع بتضرب نفسها بالطوبه وبيغمى عليها، وفي تاني يوم بيبقى جسمها بارد وضوافرها متكسره ودماغها كمان متعوره وبيبان انها كانها ليني فعلا، وبتشوفها بيتي وهي راجعه فبتجري بسرعه ناحيتها وبتحضنها وبتدخل اخيرا البيت وبتفضل تبص قدام المرايه وهي بتحاول تتدرب على دور ليني. وبنرجع بالزمن للماضي في يوم عيد ميلاد ليني وجينا وبيبقوا قاعدين مع بعض في اوضه واحده وكانهم بيعملوا نوع من الطقوس، لكن ساعتها بتحس ليني ان جينا متغيره. وبنرجع للحاضر في الوقت اللي المفروض ان ليني بتمثل انها جينا وبعدها بتكلم نفسها وبتسال عن اللي ممكن تبقى جينا عملته، وبنكتشف انها ليني الحقيقيه واللي كل فاكرها مفقوده، وده معناه ان جينا هي اللي مفقوده مش ليني. وبتجهز ليني الحقيقيه نفسها عشان تقول اي روايه للشرطه وبتقول انه حصل عمليه سطو على الاسطبل وساعتها ركبت حصانها وجريت ورا اللي سرقوا منها الحصينه، لكن حصانها فجاه خف ووقعت من عليه واغمى عليها. فبتسالها المحققه عن الناحيه اللي وقعت عليها فبتقول لها ليني انها الناحيه اليمين واللي بيبقى مكان الجرح في راسها، فبتستغرب المحققه وبتقول لها ان الدم اللي كان على الحصان كان ناحيه الشمال، وما بتقدرش ليني ترد فبتمشي المحققه واللي بتبقى عايزه بس تخوف ليني عشان تقول الحقيقه، وبتطلع ليني اوضتها وبيجي جاك يسالها عن الحقيقه وبيقول لها انه مش مصدقها وانها اكيد بتهرب منه وبيسالها لو في حد تاني في حياتها، لكن ليني بتنكر تماما ان في حد في حياتها وده لان ليني فعلا بتبقى بتحب جاك، فبيحاول جاك انه يصدقها لكنه بيفضل شاكك فيها. وبتفهم ليني ان في مشاكل جينا عملتها مع جاك وان في حاجه غلط بتعملها من وراهم كلهم. وبعدها بتوصل بنتها بيتي لمدرستها فبتطلب منها بيتي الموبايل الاحتياطي بتاعها، وما بتكونش ليني عندها معلومه عن الموبايل وبتدور عليه لكنها مش بتلاقيه، وفي طريقها بتقابل ميج واللي المفروض انها صديقتها المقربه، لكن بيظهر ان جينا مسببه مشكله لصديقتها اللي بتبقى مش طايقاها ولا عايزه تتكلم معاها، وبتقول لها انها دمرت حياته مرتين، وما بتفهمش ليني قصدها على مين اللي حياته اتدمرت، لكن ميج بتمشي وبتسيبها. وبعدها بتقرر انها تروح لاقرب مركز لبيع الموبايلات وهناك بيفتكرها صاحب المحل وبيديها خطها القديم وقايمه بكل المكالمات اللي تمت من شهر، وبتشغل ليني الخط وبتجيلها اول مكالمه من شاب بيطلب منها نوع معين من الحبوب المخدره واللي بتبقى خاصه بالحصنه، فبتحدد ليني بنفسها مكان المقابله وده لانها ما تعرفش مكانهم المعتاد. وبتقابل ليني شاب صغير ومعاه بنته وبتسالهم عن الشخص اللي وصلهم بيها وبتعرف اسمه، وبعدها بترجع عربيتها وبتتصل برقم متكرر في سجل المكالمات وبتعرف من كلامه انه شخص قريب جدا من جينا، فبتتفق مع ليني على مكان يتقابلوا فيه، وفجاه بتلاقي ليني شخص اسمه دالان واللي بيظهر انها بتكرهه وانه كان سبب في تدمير حياه جينا ساعه الجامعه، وبيوصلوا مع بعض الكوخ بعيد وبيقول لها انه مجهز كل حاجه وانهم هينفذوا خطتهم من دلوقتي. وبتفهم ليني ان جينا ودالان كانوا متفقين يسافروا مع بعض ويهربوا، وبعدها بيقرب دالان من ليني وبيبقى عايز يدخل معاه في علاقه على اساس انها جينا، لكن ليني بتعمل رد فعل مختلف فبيكشفها دالان وبيرفع عليها السكينه عشان تقول له الحقيقه، فبتعترف له ليني انها مش جينا وانها بتحاول تدور على الحقيقه وعلى اختها، فبيقول لها دالان انها السبب في تدمير حياتها وانها دايما بتضغط عليها وبتجبرها تبدل حياتها معاها، لكن ليني بتقول انه فاهم غلط وان كل واحده فيهم بتسند الثانيه، وبتساله لو يعرف انها تعرضت لانهيار عصبي في الكليه وانها كمان كانت حامل وتم اجهاضها، فما بيردش دالان عليها وبيقول لها انه هيوصلها وبيركب العربيه. فبتمثل لينا انها نسيت حاجه في البيت وبتسرق الفيزا اللي كانت جينا ناويه تسافر بيها. في الوقت ده بيبقى تشارلي بيتصل بجينا عشان يطمن عليها لكنها في الاصل بتبقى ليني، فبتمثل عليه انها جينا وبتقول له انها يومين وهترجع تاني، وبالليل بيتجمع اهل البيت كلهم فبتمثل ليني انها جينا وبتقول لعيلتها ان ليني نامت في اوضتها في الفندق، وبعدها بتدخل ليني عشان تنام جنب جاك، لكن جاك بيفضل شاكك فيها وبيعترف لها انه في غيابها افتكر ان اختها جينا هي نفسها ليني وانه لمسها غصب عنه، لكنه بيقول انه لما عرف ان مش هي كمل برضه وعشان كده هو ندمان وحاسس انه وحيد وانها بطلت تحبه. فبتقوم ليني من مكانها وبتقول له انها هترجع لجينا الفندق عشان هتخليها ترجع لوس انجلوس وتبقى فاضيه تحل المشاكل اللي بينهم، وبتمشي ليني من البيت وبتروح مكان الكنيسه اللي اتحرقت، وبتبقى ليني عرفت من الشرطيه باولا ان جينا كانت بتحقق في قضيه الكنيسه، فبتستغرب ليني جدا من السبب اللي يخلي جينا تفتح قضيه عدى عليها اكتر من 25 سنه، وبترجع ليني اوضتها في الفندق وبتسجل لاختها اللي بيحصل معاها ومدى قلقها عليها كل يوم، وبيظهر انها قرت رسائلها وبترد جينا عليها برسائل بتقول فيها انها عرفت كل حاجه وانها كذبت عليها وده لان هي اللي قتلته، وبتطلب منها تسيبها في حالها والا هتعترف بكل حاجه، وبتتصدم ليني في اختها اللي عايزه تتخلى عنها وتدمر حياتهم اللي بنوها سوا. وبتخرج من البيت وفي الطريق بيجي لها مكالمه من البنك بتاكيد تحويل مبلغ من حسابها كجينا لحساب ليني، وبتعرف ليني ان جينا هي اللي طلبت الفلوس فبتحدد ميعاد معين مع البنك لاستلام الفلوس، وبتروح في الميعاد وفجاه بتلاقي قدامها جينا ودالان، ف
فبتجري بسرعه ناحيتهم، لكنهم بيركبوا العربيه وبيتحركوا بسرعه جنونيه، فبتدخل لين البنك وبتسحب الفلوس وبترجع البيت. وهناك بتلاقي دلن اللي بيهددها بانه عارف كل حاجه عنها وبيحذرها انها ترجع تسيطر على حياه جينا تاني، والا هيقول لجوزها على كذبها عليه طول السنين اللي فاتت. فبتتخانق ليني معاه وبتقوله انه عارف انه مجرد فتره في حياه جينا وانها لما تزهق منه هترجع لها تاني. وبيبقى جاك واقف في الشباك بيراقبهم. وبتدخل لين البيت وبتتفاجئ ان والدها محضر لها بالليل هي واختها حفله ضخمه بمناسبه عيد ميلادهم ورجوعها للبيت، وبيبقى عازم المدينه كلها. وما بتكونش ليني عارفه المفروض تعمل ايه عشان توصل لاختها قبل تمثيلها للدورين ما يتكشف. فبتقرر تقابل باولا وبتحاول تستدرجها في الكلام عشان تعرف اللي جينا كانت بتحاول تحقق فيه على ليله حادثه الكنيسه. فبتقولها باولا ان الماموره بتدور في الحادثه والناس تجوبت ميج الليله اللي فاتت. فبتتصدم ليني وبتقرر انها تروح لميج على اعتبار انها جينا، وبتسالها عن اللي حصل بينها وبين ليني. فبتقولها ميج ان كل اللي حصل بسبب دلن وانها هددتها بسر ممكن ينهي حياتها، لكنها مش بتكون عايزه تقول ايه هو السر. وبتكمل وبتقول ان دلن كان دايما بيقولها تنسى اللي حصل ليله حرقه الكريسماس. فبتسالها ليني عن اللي حصل الليله دي، فبتقولها ميج انها مش فاكره بالظبط، لكن الغريب ان دلن كان بيسالها كمان ازاي كلوديا اتاذت. وبترجع ليني الفندق اللي بتكون قاعده فيه، وهناك بتلاقي هديه على سريرها فيها مذكرات. وبنرجع بالزمن للماضي في الوقت اللي اتخانقت فيه جينا مع ليني بعد ما عرفت انها دخلت في علاقه مع جاك من غير ما تقول لها، وبتقول لها انهم اخوات والمفروض ما يخبوش حاجه عن بعض. فبتعتذر لها ليني وبيتفقوا انهم هيكتبوا كل اسرارهم اللي مش قادرين يقولوها لبعض في كتاب واحد، ومش من حق اي حد يحاسب التاني على حاجه عملها مهما حصل. وبعد فتره بتتعرف جينا على دلن، فاتضايقت ليني وقالت لها انها عارفه انها معجبه بجاك وان هما الاثنين ممكن يشاركوه وان كل اللي ليها هيبقى كمان لجينا. فبتقرر جينا انها تدخل في علاقه مع جاك كمان وبيرتبطوا بيه هما الاثنين. وبنرجع للحاضر في الوقت اللي بتخبي فيه ليني الكتاب وبتروح حفله عيد ميلادها، وهناك بتلاقي اختها جينا وهي واقفه بتتكلم مع جاك، وبتبقى ليني خايفه جدا وبتطلب من جينا يتكلموا مع بعض. فبتقول لها جينا تديها الفلوس والفيزا بتاعتها والا هتبلغ جوزها جاك بكل حاجه. فبتقول لها ليني انها مستحيل تدمر عيلتين كاملين عشان خاطر دلن. فبتقول لها جينا ان الموضوع ما يخصش دلن وانها زهقت منها ومن تدميرها لحياتها وجه الوقت انها تعيش لنفسها وبس. وبتوريها جينا فلاشه بتبقى محمله عليها كل يومياتهم وبتهددها انها تفضحها وبتمشي وبتسيبها. وبتتصدم ليني وما بتكونش فاهمه السبب اللي خلى اختها تتغير بالشكل ده. وبعدها بيجي تشارلي يسلم على ليني، وبعدها بيجي جاك وبيغلط تشارلي وبيقول قدام جاك انهم مش لازم يتضايقوا بسبب الفلوس اللي استلفوها وانهم كلهم عيله واحده. بيستغرب جاك الفلوس اللي تشارلي بيتكلم عنها وبيسيبهم وبيمشي وهو متضايق. وبتدخل ليني الحفله وبيسالها جاك عن الفلوس اللي بتاخدها من وراه، وبيشك في انها اللي دبرت الحادثه عشان تسرق الاحصنه بتاعته وتبيعها، وبيتهمها بانها بتصرف على حبيبها المدمن واللي جابته البيت معاها. فبتحاول ليني تهديه وبتقول انها مش على علاقه بحد، لكن ميج بتكذبها وبتقول لجاك ان مراته على علاقه بدلن وانها كانت بتهددها عشان ما تقولش لحد على خيانتها لجوزها، لكنها بنفسها اللي هتقول السر اللي عندها عشان ما حدش تاني يهددها. وبتعترف ميج انها مثليه الجنس وبتعرف كل اللي حواليها على حبيبتها. فبتخرج ليني بسرعه من البيت بعد ما الكل عرف بخيانتها لجوزها وسرقتها كمان لحصنته، وبتقول لجيني انها ورطتها ودمرت حياتها. فبتقول لها جيني تبعت لها فلوسها وجواز سفرها قبل ما تقول للكل على سرهم الكبير. وبعد شويه بتشوف ليني جينا وهي واخده بيتي وبتبعد بيها عن البيت. فبتخرج ليني وهي بتصرخ باسم بنتها لحد ما بتظهر قدامها وهي بتقول لها ان خالتها كانت بتودعها بس. وبيجي تشارلي وبيستغرب انها مشيت من غيره، فبتقول ليني انها قلقانه على جينا، فبيقول لها انه هيتصرف وبيركب عربيته وبيظهر انه بيتتبعها من خلال جهاز تحديد المواقع، وبيوصل للمكان اللي هي فيه في نفس الوقت اللي بنشوف فيه جاك وهو واقف بالشاحنه بتاعته في مكان ضلمه. وفي تاني يوم بتصحى ليني من النوم وبتطلب من جاك يروحوا مع بعض للاستابل، وفي الطريق بيلاقوا ناس كتير متجمعين حوالين عربيه وبيبقى فيها شخص محروق تماما، وبتبقى الماموره واقفه وبتقول لهم انه دلن. وبعدها بتروح معاهم البيت عشان تحقق معاهم، وبتشوف جرح جديد على راس جاك وبتساله عليه. فبيقول لها جاك هو متوتر انه اتصاب بيه في الاستابل، وما بتكونش الماموره مصدقاه وده لان عنده دفع لقتل دلن بعد ما عرف بعلاقه مراته معاه. وبتخرج الماموره تبص على العربيه بتاعته عشان تجمع الادله، وبتسال ليني جاك عن المكان اللي كان فيه امبارح وبتطلب منه يقول لها الحقيقه. فبيقول لها ان الحصانه اللي هربت من الاستابل كانت مسروقه وان اللي سرقها اتنين من صحابه وكانوا عايزين يخبوها عنده، وبيقول انه وافق لانه كان محتاج فلوس ينقذ بيها المزرعه والبيت، وبيتهمها انها السبب في ان الحصانه تهرب منهم وتموت وان دلوقتي مديون لهم ب 70,000 دولار، وبيقول لها انهم هددوه بيها وببيتي وان بفضلها كمان بقوا متهمين بجريمه قتل حبيبها. فبتقول له ليني انها ما خرجتش الحصانه من الاستابل وان مفيش علاقه بينها وبين دلن، وبتخرج عشان تدور على جينا وتفهم هي ورطتها في ايه، لكن فجاه بتجيلها مكالمه من والدها واللي بيقول لها تروح البيت بسرعه. وبترجع لين البيت وبتشوف جاك وهو بيتقبض عليه بتهمه قتل دلن، وده بسبب تطابق اثار عجله العربيه في مكان الحادث مع وجود المخدرات اللي عليها بصماته، وبيروحوا مركز الشرطه. وهناك بتيجي لينا مكالمه من موبايل دلن وبتبقى جينا واللي بتقول لها ان اصحاب جاك واللي مسؤولين عن سرقه الحصانه بيطردوها وعايزين فلوسهم، وبتقول لها انها مستخبيه وخايفه وبتطلب منها تساعدها وبتعتذر لها عن اللي عملته وبتوعدها انها تحكي لها كل حاجه. فبتقرر لين انها تروح لصاحب جاك وتدفع لهم الفلوس بنفسها، وما بيكونش معاها غير الشيك اللي سحبته من البنك وبتديه لهم وبتمشي. وبتفضل سايقه طول الطريق وهي بتحاول تتصل بجينا، وفجاه بتوقفها عربيه الشرطه واللي بيبقى فيها الماموره ومعاها باولا المحققه، وبيفتشوا العربيه وبيلاقوا سكينه وبياخدوا ليني لمركز الشرطه بتهمه قتل دلن.
وبتوصل مركز الشرطة وهي مش مصدقة اللي بيحصل، وفجأة بتشوف جاك وهو خارج من المركز ومش بيرضى حتى انه يبص لها. وبتدخل ليني غرفة الاستجواب وفجأة بتشوف جينا في الغرفة اللي جنبها، وبتقول لها المأمورة ان اختها ساعدتهم في القبض عليها. وبتتصدم ليني وهي بيتعرض عليها صورها مع اصحاب الاحصنة المفقودة وكمان الشيك اللي سلمته ليهم. وبتقول لها المأمورة ان السكينة اللي في عربيتها كمان متطابقة مع السكينة اللي دلن الطعن بيها. وبتبص ليني لجينا اللي بتبقى مبتسمالها ابتسامة شريرة، وبتعرف ليني ان اختها كانت بتمثل عليها عشان تصورها مع اصحاب الاحصنة المسروقة، وانها شتتتها عشان تحط السكينة في عربيتها. وبنرجع بالزمن في الوقت اللي بتبقى جينا مع دلن وهو مصاب بطعنة في بطنه، وبتسوق العربية بسرعة جنونية ناحية المستشفى، وبتحكي كل حاجة حصلت من الوقت اللي قررت فيه تبدل حياتها مع ليني. وبنرجع بالزمن لطفولة ليني وجينا في الوقت اللي كانوا بيعتبروا نفسهم في واحد، وكانت الوحيدة اللي بتقدر تميز بينهم هي والدتهم. وبتحكي جينا ان من يوم وفاة والدتهم وهي حست ان ليني اتغيرت، وانها ما شافتهاش بتعيط على موت والدتهم ولا مرة. وبتفتكر اختها الصغيرة كلوديا واللي كانت بتحاول تلعب معاهم، لكنهم كانوا قوة واحدة ما بيسمحوش لحد يدخل بينهم. وفي يوم بيوافقوا يلعبوا معاها فبتزقها ليني من مكان عالي وبتتسبب في اعاقتها. وفي اليوم ده بتطلب ليني من جينا انهم يبدلوا لبسهم مع بعض، وبيتم اتهام جينا بانها السبب في اعاقه اختها، وبتحول لجينا الشريره والمكروهه من كل اللي حواليها، لحد ما بيتعرفوا على جاك وبيقعوا هما الاثنين في حبه. لكن جاك بينجذب اكتر لليني، وبتحكي جينا ان وقتها حست ان اختها اختارت حياه خاصه بيها، وعلشان كده هي كمان كانت عايزه تختار حياه ليها، لحد اليوم اللي قابلت فيه دلن وساعتها وقعت في حبه وعاشت معاه اجمل لحظات حياتها. ولحد اليوم اللي كانوا فيه مع بعض في الكنيسه فجاه سمعوا صوت حد، وساعتها قام دلن عشان يتاكد وحصلت حريقه، وجت ليني تاخد جيني من مكان الحادثه، وقدر دلن يهرب قبل ما الشرطه تيجي، وتم اتهامه بافتعال الحريق واللي راح ضحيته راجل كان موجود في الكنيسه. وبتحكي جينا انها ساعتها انهارت لما عرفت ان دلن اتخلى عنها وهرب وسابها، ووقتها حاولت ليني تقنعها انه اكيد هو اللي قتله وده لانه هرب. وبتكمل جينا وبتقول ان من بعدها وهي حست بان ليني هي المسيطره على حياتهم، لحد اليوم اللي ليني اتجوزت في جاك، وساعتها قررت انها تاسس حياه جديده وسافرت في منحه دراسيه لوس انجلوس، وهناك كانت بتروح لمعالج نفسي واللي بيبقى هو نفسه تشارلي اللي حبها وتقبلها بكل عيوبها، وبتحمل ليني في نفس الوقت اللي جينا بتحمل فيه. لكن جينا فقدت طفلها، اما ليني فخلفت وجابت بيتي. وبتكمل جينا وبتقول انها ساعتها راحت تقضي معاها كام يوم وشافتها هي وبيتي بنتها في الحوض وبتغرق قدامها وهي واقفه مش بتتحرك، فلحقتها جينا بسرعه واتخانقت مع لينا وقالت لها انها سايبه بنتها تموت قدامها، وخمنت انها تعرضت لاكتئاب ما بعد الولاده. وساعتها عرضت لينا عليها انها ترتاح من حياتها لفتره ويبدلوا حياتهم مع بعض زي ما كانوا بيعملوا زمان. وبتحكي جينا انها وافقت على اعتبار انها تقعد بس كام يوم، لكن فضلت ليني مصممه على تبديل حياتهم كل سنه. لكن جينا بتحكي انها كانت حاسه بالذنب جدا، وفي يوم وهي مع تشارلي في لوس انجلوس بتفتح الخزنه بتاعته وبتعرف انه اصلا عارف انهم بيبدلوا حياتهم مع بعض، وبيفضل يتكلم عن ليني كانها بتسعده اكتر من جينا. وساعتها بتحكي جينا انها حست بالصدمه، لكن قررت انها ما تقولش لتشارلي او ليني اي حاجه. وبتيجي السنه اللي المفروض جينا تروح حياه ليني وبتقابل دلن من تاني بالصدفه، وساعتها حست بالحنين ناحيته وحاولت تقرب منه، لكن دلن قال لها انها السبب في انه يتخلى عن جينا حب عمره، وهي اللي قالت له يهرب لو فعلا بيحب جينا، وده عشان يحميها من انها يتم اتهامها بالجريمه وانها دمرت حياته وخلته يخسر حبيبته. وساعتها جينا اتصدمت لانها كانت بتمثل دور ليني، وخمنت ان ليني هي اللي افتعلت الحريق عشان تبعد جينا عن دلن، وده بيفسر وجودها ساعه الحريق. وساعتها قررت جينا تصرح دلن بانها جينا مش ليني، وخططوا انهم يهربوا مع بعض ويبداوا حياتهم من جديد، وخصوصا بعد ما جينا بتعرف انها حامل من دلن. وفعلا بيرتبوا كل خطتهم لكن بتبقى الفلوس ناقصاهم. وبتحكي جينا ان ساعتها دبرت حادثه اقتحام الاسطبل وسرقه الحصنه، وده عشان تحول فلوس من حساب ليني اللي عايشه حياتها مع تشارلي، وانها راحت للكهف اللي كانوا مع بعض فيه واللي فيه سابت ورقه ليني عشان تخيرها بين الحياتين، وسابت لبسها عشان تخليها ترجع لحياتها الحقيقيه كليني، وده لحد الميعاد اللي اتفقت فيه جينا مع دلن عشان يتقابلوا ويهربوا سوا، واللي كان في بيت جدته جورجيا. لكنها وصلت وما لقتش دلن، وساعتها الجده قالت لها انها كلمته واتفقوا يقابلوا بعض في الكوخ، وعرفت ان ليني هي اللي راحت تقابل دلن. وبتحكي جينا انها وصلت الكوخ لكن بعد فوات الاوان، وشافت دلن وهو مصاب بطعنه في بطنه. وبنرجع للحظه اللي بتبقى جينا فيها سايقه العربيه باقصى سرعه عشان تنقذ دلن، لكنها فقدت السيطره على العربيه ووقفت في الغابه، وبيودعها دلن قبل ما يموت وبيقول لها توعده انها تبعد عن ليني وانها تهرب وتبدا حياه جديده مع ابنهم وبيموت. وبتنهار جينا وبتقرر تولع في العربيه عشان ما يتمش اتهامها بقتله، وبتروح المستشفى بعد ما اتصابت في الحريق، وبعد فتره بتفوق وبتعرف انها فقدت طفلها للمره الثانيه. وساعتها قررت تنفذ خطه تظهر بيها ان ليني هي القاتل الحقيقي، وبتنجح في انه يتم القبض على ليني زي ما كانت عايزه، وبتستجوب المأمورة ليني اللي بتقرر انها ما تتحبسش لوحدها، وبتتهم جينا بقتل الشخص اللي كان في الكنيسه في الوقت اللي كانت فيه مع دلن، وبتقبض المأمورة على جينا بتهمه القتل. فبتقرر جينا تحكي الحقيقه وبتقول المأمورة ان ليني هي اللي افتعلت الحريق وانها اللي خلت دلن يهرب عشان تثبت عليه التهمه، وبتعترف لها انهم كانوا بيبدلوا حياتهم مع بعض من وقت ولاده بيتي. وبتعمل جينا نفس قصه شعر ليني وبتتكلم زيها، فبتتصدم المأمورة وبتقول لها انه لو اثبت انهم كانوا بيبدلوا حياتهم مع بعض هيتم اتهامهم بانتحال شخصيه وسرقه هويه وحساب البنك وتعدد الازواج. فبتقول لها جينا بكل ثقه انها مستحيل تقدر تثبت ده، وانها دلوقتي مش هتقدر تكون متاكده بنسبه 100% اذا كانت ليني ولا جينا اللي قاعده قدامها. وفعلا ما بتقدرش المأمورة تثبت حاجه، وبتفضل
بتفرج عن ليني وجينا، وبترجع جينا الفندق وبتعتذر لتشارلي عن كل اللي حصل، وبتصرحه بانها عارفه انه كان عارف انهم بيبدلوا حياتهم مع بعض، فبيقول لها انه كان حاسس انها محتاجه تعمل كده وانهم انقذوا جوازهم بسبب ده. وبترجع ليني البيت، لكن جاك بيقول لها تودع بنتها وتخرج من البيت وما ترجعلهاش تاني، وده لانها خانته ودمرت سمعته وسمعه عيلته وشغله وكل حاجه بناها في المدينه دي، وبيطردها بره البيت. وفي تاني يوم بتيجي لجينا مكالمه من والدها اللي بيكون مريض جدا، وبتوصل جينا البيت وبتلاقي والدها واقع على الارض وبيموت، وبيعتذر لجينا عن اللي حصل في والدتهم، وبيقول لها انها ما كانش المفروض تشوف كل ده وهي مجرد طفله، لكنه كان عايزها تعرف ان والدتها كانت بتتالم وان هي اللي طلبت منه يعمل كده، وما بتفهمش جينا قصده. فبيقول لها تفتكر ظهور الاقحوان اللي اكيد موجود في ذكرياتها، وبعدها بيودعها وبيموت. وبتوصل لين وبتنهار لما بتشوف والدها وهو ميت، فبتقول لجينا انهم لازم يتفقوا على قصه يقولوها للشرطه، لان وجودهم هما الاثنين في الوقت ده جنب جثه مضر ليهم جدا. لكن جينا بترفع على لين المسدس وبتقول لها انها زهقت منها ومن اكاذيبها وانهم هيقولوا الحقيقه مش اكتر، فبتهجم ليني على جينا وبترمي المسدس من ايدها وبيتخانقوا مع بعض. وفجاه بتقع خشبه نار من المدفأه وبتمسك النار في البيت كله، فبتطلب جينا من ليني انهم يخرجوا والدهم بره البيت ويتصلوا بالمطافي، لكن ليني بتمسك المسدس وبتقول لها انها مش هتخرج من البيت وانها لازم تفهم انها بتحبها اكتر من اي حد في العالم او اي حاجه. وبيظهر ان ليني فعلا مهووسه بامتلاك جينا وانها عايزه تحسسها انها محتاجاها وما تقدرش تعيش من غيرها، وعشان كده كانت مسيطره على حياتها. وبتهرب جينا من ليني للدور اللي فوق وبتقفل باب غرفتها على نفسها، فبتاخد ليني الفاس وبتكسر الباب، لكن جينا بتقدر تهرب من الشباك وبتركب حصان من الاحصنه وبتجري، فبتجري ليني وراها وبيقابلها جاك اللي بيشوف البيت وهو بيتحرق وبيبلغ المطافي، وبتركب ليني الحصان بتاعها وبتجري ورا اختها. وبتوصل جينا لطريق مسدود وبتنزل من على الحصان، لكن رجليها بتتلوي وما بتقدرش تجري، وبتفضل تعرج لحد ما بتوصل لنهر اخره الشلال. وبتوصل ليني وبتقول لها انها كانت بتحاول تحميها من والدهم، وبنرجع بالزمن لليوم اللي كانت فيه ليني وجينا نايمين. وفجاه بتسمع ليني صوت غريب جاي من غرفه والدها ووالدتها، وبتتسلل للغرفه بهدوء وبتشوف والدها وهو بيحاول يغرق والدتهم في حوض الاستحمام، وبتبقى هي دي الذكرى اللي جات لها وهي في الفندق، وهي نفس السبب اللي خلاها تسيب بنتها تغرق في الحوض. وبتحكي ليني لجينا انها عاشت كل حياتها تحبها وتحميها من اي حد قريب منها عشان محدش يأذيها. فبتتصدم جينا وبتقول لها ان والدهم كان فاكرها هي اللي شافتهم، وانها عاشت طول عمرها تنادى بجينا الشريره والوحشيه بسببها، وبتقول لها ان والدها اعترف لها قبل ما يموت انه كان مخطط لده مع والدتهم، والدليل ان كان حوض الاستحمام مليان بزهور الاقحوان واللي والدتهم كانت بتحبها جدا. وبتعرف ليني اللي عملته وانها عاشت طول عمرها بتاذي اللي حواليها على اعتبار انها بتحمي اختها وبتبعد عنها اي حد يقرب منها. فبتعتذر ليني لجينا عن اللي حصل، وبتقول لها انهم ممكن يبداوا حياتهم من تاني مع بعض في مكان بعيد، لكن جينا بترفض وبترمي نفسها من فوق الشلال. وبتنهار ليني وبتيجي الشرطه اللي ما بتكونش مصدقه روايه ليني للحادثه، واللي بتبقى قالت فيها ان جينا اعترفت بقتلها لدلن وبعدها انتحرت. وبتفضل الشرطه الايام تدور على جثه جينا لكن من غير اي اثر. وفي تاني يوم بتقابل باولا ليني وبتقول لها ان هي واختها الوحيدين اللي عملوها كويس في المدينه، وانها حاسه انها مديون لها بالمساعده، وبتديها جزء من الصور اللي واقع منها في الكنيسه. وبنرجع بالزمن 25 سنه في الماضي، في الوقت اللي بتهرب فيه جينا مع حبيبها دلن وبيروحوا الكنيسه، وبتشوفهم اختها وبتروح وراهم، وبتتضايق من قرب دلن لاختها فبتطلع الولاعه بتاعتها وبتحرق خشب الكنيسه، وبيظهر ان في شخص بيراقبها، فبتتخض ليني جدا وبتخبط في الخشب وبتهرب بسرعه، وبيقع منها جزء من الصور بتاعها لكنها ما بتاخدش بالها وبتهرب. وساعتها بيسمع دلن وجيني صوت وبيكتشفوا الحريق. وبنرجع للحاضر اللي بتاخد في ليني دليل ادانتها من باولا، وبتخرج من المطعم وبتروح مدرسه بنتها عشان تودعها. في الوقت ده بتبلغ باولا الماموره ان ليني بلعت الطعم وانها المسؤول الحقيقي عن حريق الكنيسه، وبعدها بتستخدم ليني جواز السفر اللي جينا كانت عاملاه عشان تهرب بيه مع دلن، وبتروح المطار، وهناك بتشبع عليها الشرطيه وبتقول لها انها شافت واحده شبهها امبارح، فبتسالها ليني عن المكان اللي شبهتها سافرت له، وبتعرف المدينه اللي راحتها. وبعد فتره بينشر تشارلي كتاب عن الاختين التوام وبيحكي كل المآسي اللي حصلت لهم. فجاه بيظهر بين الحضور جينا وليني وبتحضنه، فبيسالها عن اللي كانت بتعمله في ندوه قرايه الكتاب، وان كان شكلها باين انها متنكره، فبتقول انها ما كانتش هناك وانها مستنياه في البيت طول اليوم، وما بيعرفش تشارلي هل جينا فعلا اللي كانت في الندوه ولا اللي معاه دلوقتي في البيت، لكنه بيقول لها انه هيعرف في يوم من الايام. وبيخلص المسلسل. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.